بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في بداية تقدم الشكر والتقدير لقناة 36 على الاستضافة وتتبعها لاحتياجات والمشاكل وكل ما يتعلق بمدينة القنيطرة وفاعليها سواء المدنيين أو السياسيين. انطلاقا يعني من دراسة أو قراءة لواقع الحال، المؤشرات تتأكد بأن النموذج التنموي الحالي عموما يعاني من واحد مجموعة من الاختلالات، وأهمها على الإطلاق حسب اعتقادنا هو قصور عن امتلاك صفة مشروع تنموي يعني مدمج اجتماعيا. لهذا كان وجد المغرب يحقق نسب نمو مجموعة من المجالات، ولكن في المقابل لا يحقق تنمية. نحن في مدينة القنيطرة يتبين لنا هذا الأمر بالملموس، كيتضح لنا واحد الغياب كبير ديال واحد المقاربة سوسيو تربوية في تنزيل مجموعة أو إلا ما نقول كل المشاريع التنموية. ولماذا الحديث عني المجال السوسيو تربوي؟ الحديث عنه لأنه في اعتقادنا أنه مجال يلامس العديد من القضايا سواء اجتماعية ثقافية سياسية، وبطبيعة الحال هذا الأمر الذي يحركه هو يعني طموح إلى السلم الاجتماعي، الاندماج، الترفيه، التعلم والمشاركة في تطوير وجودة الحياة اليومية والحياة العامة للمواطن. هذه الأمور بطبيعة الحال كتستوجب واحد استراتيجية كبرى للتأطير السوسيو تربوي الخاص بالطفولة والشباب. من طبيعة الحال هذا الشيء خصو يكون ضمن السياسات العمومية، الأمر اللي كنفتقدوه جملة وتفصيلا محليا، وحتى وإن وجد في أجندة المؤسسات المنتخبة فهو لا يعدو أن يكون يعني داخل الأوراق، ولكن على أرض الواقع فهو معدم. وهنا لابد أن نشير إلى أهم المراكز والفضاءات اللي كنعتبروها أنها ممكن أن تساهم في هذا السياق. للأسف كاين اللي ما عندهاش وجود أصلا، وكاين من طبيعة الحال حتى اللي كاينه ما كتأديش الدور. أولا غنتكلم على المركز ديال التخييم والاصطياف اللي أصبح في خبر كان منذ سنوات، حيث أنه تمت إزالته يعني، واللي كانت يتواجد قرب شاطئ يعني داخل شاطئ مهدية، وتم تشييد في المكان ديالو إقامات فندقية سواء عمودية أو أفقية في إطار مشروع بلادي. وأسطر على مشروع بلادي لأن الكلمة بلادي تستوجب أنه عدد من المنتخبون ومن السياسيون ومن منعيشون العقاريين خصم سنوات ضوئية باش يستوعبوا كلمة بلادي. لابد من التوضيح أنه تنوير الرأي العام هو أنه الاتفاقية الإطار الخاصة بالمشروع وقعت بين الحكومة والشركة العامة للأشغال بالمغرب منذ سنة 2012 على أساس أنه خلق مكان بديل واللي كان متوقع أنه يكون بجانب القصبة ديال المهدية، ولكن كل شيء تبخر والمؤسسة المنتخبة لم تحرك ساكنا منذ 2012. مركز أو فضاء آخر اللي هو مركز استقبال. المدينة تفتقد إلى مركز استقبال يليق بحجم المدينة وبالحركية والدينامية اللي كتعرفها، يعني سواء العمل الجمعوي سواء العمل التنشيطي التخييمي إلى آخره. إذن احنا بالنسبة لنا كنعتبروا أن مركز استقبال هو من بين الفضاءات اللي كنعتبروها يعني مركز أو صمام أمان لمجموعة ديال الحويجات الخايبة والآفات، منها يعني الانحرافات، التطرف، الإرهاب إلى مجموعة، لأنه فضاء للتكوين، للتأطير، للانفتاح على الآخر، لاستقطاب كفاءات إلى آخره. مركز حماية الطفولة ما كاينش في المدينة القنيطرة، مع العلم أننا كنعرفوا بأنه تنامي ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع يعني بواحد الشكل كبير داخل المدينة. ويجب أن تكون لنا الجرأة أن نعترف بأن هاد الوليدات كلنا مسؤولون عنهم بدون استثناء، مع الإشارة أنه حجم المسؤولية من طبيعة الحال هناك تباين حسب تدخل كل قطاع، حسب تدخل كل فاعل، حسب اختصاصات دياله. ملاعب القرب لا تفي بالغرض وغير متواجدة بالأحياء الهامشية وبالأحياء اللي
مفيه في امس الحاجه ديالها، وحتى التواجد ديالها في بعض الاماكن، صعوبه الولوج ويعني الصياغ او الاليات باش تولج لها الطفوله والشباب كتكون صعبه وكتكون معقده، وبالتالي ما كتاديش الدور اللي تبنات من اجله. كذلك المكتبات العموميه، واين هي؟ ليست هناك. حتى المكتبه العموميه او الخزانه اللي موجوده فهي ليست لها جاذبيه بالمره. حينما نتحدث عن مكتبه عموميه او خزانه يجب ان تكون لها الجاذبيه من قبل الفضاء ومن قبل المضمون التي تحتويه. اذا خلاصه الامر، هذه الامور اللي ترناها هي فقط يعني تنبثق من واحد حق او الدفاع عن حق الطفوله والشباب، توفير واحد الفضاءات اللي ممكن انها تشكل ليه مرصد لمجموعه او لوقايه من مجموعه من الافات، مجموعه من الظواهر، وخلق فرص للانبعاث للابداع. هادشي كله كنقولوه وتنوجه دعوه الى المسؤول في المؤسسه المنتخبه انه تكون يعني تطوير الاوراش الجماعاتيه عن قرب من طبيعه الحال بموازاه مع المشاريع الكبرى، لانه الفضاء فضاءات والتوفير ديالها فبالدرجه الاولى هي المدخل نحو واحد الفعل اللي ممكن لانه يخلق لنا المواطن الصالح ويخلي المدينه انها تستفد من وليداتها طفوله وشباب، وكذلك وليداتها يستفدوا من هذه الفضاءات، وبالتالي يكون يعني النفع او المنفعه متبادله. وشكرا.